بالنسبة للأستاذة أسماء وحماتها اللي بتزعل لما هي زوجها بيسافر وبتجيلها هي والزوج، فبتزعل لما بيروحوا بيتهم يعني، وتبتدي إيه تعمل تصرفات صعبة معاه. تحملي أنت لسه في بداية الحياة الزوجية سنتين ونص، ده احنا لسه بنقول يعني هادي كده في الأمر في بدايته، فأنت الأمور تاخديها بالراحة وعليكي بالتعامل بالحكمة وبالحيلة، وكل صبر انت بتصبريه انت مأجورة عليه، وكل شيء انت بتعمليه له ثواب عظيم، وتفوزي بدعوتها. حتى لو هي بتتضايق خليه هو يروح لها وقت اكبر، حتى لو انت عايزة تقعدي في البيت خليه هو يروح لوالدته وقت اكتر، مفيش مشكلة تفوزوا بدعوتها وتفوزوا برضاها الى انها تتعود على وجودك. لان في من النساء من بعض الامهات اللي بيبقى زعلانة ان ابنها سايبها، ربما بعض الغيرة، ربما مثل هذه الاشياء، فالإنسان كده يرفق ويعني ويبقى شفوق بالناس اللي بيتعامل معاهم.